السلام عليكم. اليوم نتكلم على الشبكة تاع طرق السيارة في الجزائر، واللي عندنا خريطة هنايا نتاع الوكالة الوطنية لطرق السيارة لادا، وهذه الخريطة تعتبر رسمية لأنها نتاع الشركة الوطنية نتاع خطوط السيارة باسم ادا، هذه les autorités algériennes l'agence ADA هنايا. إذن هذه هي، وهنا عندنا كل طرق السيارة الموجودة في الجزائر اللي تم إنشاؤها واللي راهي قيد الإنشاء، وكذلك اللي راهي مبرمجة ومازال ما الأشغال مازال ما انطلقتش بها. إذن هنا عندنا حوالي مجموع الطرق هذه حوالي 6000 كيلومتر عبر كل التراب الوطني. إذا هنا نشاهد بالأخضر طريق السيارة شرق غرب، هنايا يمر معروف يعني الطريق هذا، ثم نشاهد بالأصفر طريق السيار نتاع الحضاب العليا، هذا طريق السيار الثاني الموازي، نشوفوه موازي لطريق السيار شرق غرب. إذن عندنا واحد بالأصفر هنا على مستوى الهضاب العليا، وهنا عندنا طريق السيار شرق غرب. ثم سوف نشاهد الطرق التي تربط موانئ الجزائر بطريق السيار شرق غرب، وهي لاحظها هنا بالأزرق الفاتح البلو سيال. هنا نشوف مثال، هنا عندنا طريق غزوات حنايا على مستوى التلمسان، هذا الطريق الأول. ثم عندنا طريق السيار الثاني وهران طريق السيار، وعندنا أرزيو طريق السيار، ثم عندنا مستغانم طريق السيار، ثم عندنا تنس طريق السيار. الطريق هذا عنده بزاف من اللي بدأ، لكن الأشغال بسال بطيئة به. هذا الطريق تنس شلف. ثم عندنا طريق تيبازا العفرون، هذا كذلك طريق هام جدا، وهذا جزء من مشروع نتاع ميناء الحمدانية. ثم عندنا طريق آخر من الجهة الشرقية، هو طريق بجاية. بجاية إذن حتى على مستوى البويرة، وهذا كذلك هو قريب يكتمل الطريق هذا. ثم عندنا طريق جيجل سطيف، هذا هنا. ثم نروح لطريق سكيكدا الحروش على مستوى الحروش، ثم عندنا طريق عنابة إلى الدرعان. إذن كل هذه هي الطرق اللي تربط الموانئ بطريق السيار شرق غرب. ثم عندنا طرق داخلية تربط بعض المدن، كطريق هذا مثلا. نبدأ من الغرب ونروحوا للشرق، هنا عندنا طريق تلمسان باتجاه مشرية، ثم عندنا طريق سيدي بلعباس باتجاه سعيدة، وطريق عين تيموشنت اللي يربط هذا بالطريق السيار شرق غرب. ثم عندنا طريق معسكر، هنا عندنا طريق معسكر إلى سعيدة واللي يتربط بطريق السيار شرق غرب. ثم عندنا طريق غليزان باتجاه تيارت باتجاه طريق السيار شرق غرب نتاع الهضاب العليا. ثم عندنا طريق شلف تسمسلت الى حدود طريق السيار نتاع الهضاب العليا. ثم عندنا طريق من هنا عين سلطان بعين مليانة باتجاه تسمسلت مليانة تسمسلت. ثم عندنا طريق شمال جنوب، هذا اللي ينطلق على مستوى البوليدة الشفة وينتهي
بعد الجلفة باتجاه الأغواط إلى حدود جنوبية للبلاد، اللي في الأخير قرار اتخذ لاستكمال هذا الطريق إلى عين أميناس. ثم عندنا طرق أخرى كذلك، عندنا هذا طريق شمال جنوب آخر، هذا مهم جدا تكلمت عليه بزاف، هو طريق ينطلق من الأربعة، على مستوى جنوب العاصمة، وينتهي بعين إيبل مرورا بسيدي عيسى و بيرقبالو وسرغوزلان. إذن هذا الطريق هو كذلك يفصل، يعني يرولي يوصل شمال البلاد بجنوبها. وكذلك عندنا هنا طريق تيزي وزو الجباحية، وكذلك عندنا طريق آخر من هنا يوصل سطيف بجنوب بالمقرى إلى هنا يعني نحو الجنوب. وكذلك عندنا طريق هنا يربط قسنطينة بباتنا، قسنطينة باتنا. كلها هذه طرق، نعود نأكد، هذه طرق سيارة، وهذه هنا طريق عنابة سوق هراس إلى تبسة. إذن هذه هي طرق السيارة الموجودة في الجزائر، وراهي يعني أغلبها يعني حوالي 80 إلى 90% من مجمل الشبكة قد تم الإنجاز نتاعو، ما بقيت إلا بعض الطرق. وكذلك نأكد هذا بالأزرق الحامق، هنا عندنا طريق انت 5 مليانة برج باريريج اللي يسمى الطريق الدائري الرابع نتاع مدينة الجزائر. إذن هذه هي، وللعلم أنه نأكد في يعني معلومة مهمة جدا وما تظهرش في الخريطة هذه، أنه عندنا سلسلة نتاع الجبال الأطلس، الأطلس تاع الجبال الأطلس التي تبتدئ من غرب الوطن من جهة الحدود الغربية للوطن إلى تقريب الحدود الشرقية. وهذه السلسلة تاع جبال الأطلس هي راهي تفصل شمال الوطن بجنوبه، وهذا الطرق ما يسمى لي بينيترونت نتاع لي بينيترونت، سي دي بينيترونت ناسيونال، هادو سي دي بينيترونت كيما الطريق شمال جنوب. هذه الطرق هامة جدا لأنها هي تعبر الجبال. عندنا طريق اللي يعبر الجبال يخترق الجبال، سواء تكون بأنفاق أو بطرق. عندنا طريق شمال جنوب واللي يعني يخترق الجبال على مستوى الشفة، وفيها جسور عملاقة وأنفاق عملاقة. هذه المشاريع مهمة جدا لأنها تخترق الحاجز الطبيعي نتاع الجبال الأطلس. وعندنا طريق آخر ليخترق الجبال تاع الأطلس، هو الطريق هذا نتاع مدية نتاع الجزائر العاصمة باتجاه البويرة، والذي يخترق هنا على هذا المستوى الجبال بوزكزا، وفيه زوج أنفاق تخترق هذا الجبال باش نخرجوا على مستوى القدارية هنايا، ثم نهبطوا إلى البويرة. وهنا عندنا عدة تضاريس واعرة جدا قد تم اختراقها على مستوى بوزكزا لكي نخرج على مستوى البويرة ثم سيدي عيسى، اللي يعني ندخل في الفضاءات الواسعة نتاع الجزائر. وفي هذا الصدد
فيه مبرمج طريق، مازال مبرمج طريق، مازال ما بداتش الاشغال به. هو هذا الطريق هنايا، انت ينطلق على مستوى الاربعة هنا بالجزائر العاصمة بولاية الجزائر، ويخترق جبال تابلات وجبال تم اسمها بالجبابرة هنايا، جبال الجبابرة وتابلات، وهي سلسلة تابعة لسلسلة جبال الأطلس، واللي سوف يخترقها هذا الطريق ليصل على مستوى سيدي عيسى، سيدي عيسى سور غزلان وسيدي عيسى. إذا هذا عندنا تروا بينيترونت ناسيونال، هادي أولى ثم هادي ثم هادي، هذو يعتبروا سيدي بينيترونس، يخترقوا الجبال بأنفاق. إذا هذو هما اللي حيفكوا الخناق نتاع الشمال نتاع الوطن، يفكوا الخناق به الإمدادات المالية والبشرية يعني كل الثروة نتاع الوطن تمشي كذلك من الشمال إلى الجنوب يعني، والاستثمارات وحركة تاع السكان يعني البلاد تتنفس لو يتم اختراق الشبكة أو السلسلة تاع جبل الأطلس، باش الناس تمشي نحو الجنوب وتتطور الجنوب والمدن تاع الجنوب تتطور، إلا إذا بالشبكات تاع المواصلات. هذا هو المهم، اكسسوار مواصلات بطرق السيارة أو بطرق السكك الحديدية. إذا هذا هو الشبكة تاع الطرقات في الجزائر، وهذه نعطيت لكم الأهمية نتاع هذه الشبكة تاع الطرقات في اختراق سلسلة جبال الأطلس نتاعنا، لي نالج يعني للولوج إلى فضاءات أرحب وفضاءات كبيرة، وين لابد المستقبل تاع الجزائر هو في الجنوب. هذا الشيء أمر مهم جدا أن نقوله، أن مستقبل الجزائر في جنوبها، ولازم الاستثمارات تروح للجنوب، لابد الاستثمارات تروح للجنوب، وباه تروح للجنوب تروح بالشبكة تاع المواصلات. إذن نكتفي بهذا القدر، والسلام عليكم.